سعد من يزرع حياته خير يحصد لجاه، أحلى حياة اللي بها ترضيه رب العالمين، ما أجمله ما عدله سبحان من عز وجل، أحلى حياة اللي بها ترضيه رب. في هذا اليوم المبارك ومع هذا الجو الجميل ومع هذه الجلسة الطيبة مع أساتذتنا الفضليات، نكمل بحول الله تعالى فيما بدأناه في الحلقة الفارطة، وهو حديثنا عن قصة سيدتنا زينب رضي الله عنها مع زوجها أبو العاص، أعظم قصة حب في بيت النبوة. وصلنا إلى محطة أسر زوجها وتفاعل زينب مع هذه مع هذا الموقف بالذات، حينما أرسلت عقدها وهو هدية من سيدتنا خديجة رضي الله عنها لكي تفدي زوجها به. محطات تاريخية عظيمة خطتها زينب رضي الله عنها في هذا الموقف، فماذا تخبرينا أستاذة أم درة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أخت مريم. نعم، زينب رضي الله عنها كما كنا قد رأينا عظيم موقفها مع زوجها وطول صبرها عليه ومحاولتها لهدايته للإسلام وإرشاده والصبر عليه، ورأينا أنه خرج في جيش قريش يقاتل جيش المسلمين، فبعد ذلك وقع أسيرا عند المسلمين. إذن الآن زوجها في الأسر عند جيش المسلمين. في هذه الحادثة رأينا أن زينب رضي الله عنها قامت بإرسال عقدها لتفتدي به زوجها. هنا نقف يعني وقفات، نرى يعني عدة مواقف مشرفة وقدوة نقتدي بها من زينب رضي الله عنها. أول محطة أو أول قدوة نقتدي بها هي أو موقف أول موقف جميل نقتدي به هو الوفاء، وفاؤها لهذا الرجل، لهذا الزوج الذي لا شك أنها عاشت معه أياما حلوة وأياما أخرى ربما فيها آلام وأحزان، ولكن الوفي من يذكر ويحفظ وداد ساعة. فقامت ب يعني استجابت مباشرة لنداء الوفاء هذا الرجل الذي عشت معه، وربما كان ينفق عليها وكانت تعيش معه لحظات من الحب والود والسعادة. فالوفي هو من يذكر تلك اللحظات الجميلة ويحاول أن يوفي حقها عند احتياج نعم في الصراع والضراء وعند احتياج الطرف الآخر لذلك، خاصة عند الحاجة. إذن هذا بالنسبة للوفاء، ويعني دليله من القرآن قال قوله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني مهما كان بين الزوجين من مشاكل أو من خلافات أو من يعني ما يحدث بين الزوجين من يعني مناوشات، فلا ينبغي للزوجة أبدا أن تنسى فضل زوجها وتلك اللحظات الجميلة وما فعله معها من بذل وإكرام وإحسان. إذن هنا زينب وفت ويا له من وفاء. بالنسبة للموقف الثاني الذي نستشفه من قصة زينب وهو لنا قدوة أيضا، المبادرة، لغة المبادرة، والتي تعلمنا يعني أنها من لغات الحب، تذكر أنها من لغات الحب. فبادرت زينب مباشرة، زوجي في الأسر ماذا علي أن أفعل؟ لم تبقى تنتظر أو تبحث عن من يخرجها من هذه المشكلة، مباشرة هي بادرت واتخذت الخطوة التي تراها ممكنة. لدي عقد إذن أفتدي به، لدي مال أفتدي به، كل ما أملك أفتدي به هذا الزوج، بل افتدته بأغلى ما تملك وهو عقد، لا يعني عقدها فيه معنيان، معنى الثمن الثمنية القيمة، ثم معنى الذكرى لأنه من أمها من والدتها. وكثير من النساء يعني مثلا قابلت في حياتي نساء تقول بعت الحاجة العزيزة تاع يما، ريحة يما كما يقولوا، ريحة يما، فيعني شغل كأنه الغالي للغالي. نعم نعم، يعني فيه ثمنين، يعني ثمن أنه ثمن غالي وأيضا له ذكرى وحنين في قلبها. فإذا بادرت وذهبت لي وسارعت لي وأرسلت، نعم لم تنتظر أبو العاص، لا شك له أقارب
له إخوة أو له عصبة يعني يفتدونه، هي لم تنتظر أحدا، وهو من كبار قريش لم تنتظر يعني. سبحان الله. وهنا نقف وقفة أخرى يعني، وكلمة نوجهها للشباب المقبلين على الزواج، نقول إذا أردت أن تتزوج فاختر الزوجة ذات الأصل الطيب، ذات الكرم، نعم، الزوجة التي لها يعني أصل ونسب طيب، ويظهر هذا في خصال قومها وأهلها، ناس تاع كرم، ناس تاع جود، ناس تاع إحسان، ناس تاع مواقف، ناس تاع وفاء، يعني ما تختارش فقط الجمال ولا تهتم بأصلها، لأنها في الشدائد لن تستفيد من جمالها أو من حسنها أو من شكلها، بل ستستفيد من أخلاقها، من أصلها، من وفائها. نعم بارك الله فيك. إذا هذا مهم جدا. أيضا نستطيع أن نأخذ من هذه القصة إسقاطات في واقعنا، وهذا يعني هو يعني كما نقول ثمرة هذه المجالس. نعم، من مما نراه في المجتمع للأسف لا يوجد ذلك الإحسان بين الزوجين، ولا يوجد ذلك الوفاء والإخلاص. فنرى مثلا في قضية المال، الزوجة دائما تظن بمالها أو بذهبها أو بممتلكاتها عن زوجها، يعني كأنها تستخسر فيه أن تعطيه شيئا من مالها أو شيئا من ممتلك، وانا تعبت عليهم وكذا، انت بارك الله فيك، ما نقدرش انا يعني نروح نمدلو ويدبر راسه. نعم، هذه الامور اللي وكأنه الانانيه طاغت الانانيه بين الانانيه والماديه. شوفوا زينب سبحان الله اغلى ما تملك، لانه بالنسبه اليها زوجها اغلى من هذاك العقد، لكن بعض النساء للاسف تقول لك الوظيفه تاعي اغلى من زوجي، او المال تاعي اغلى من زوجي، او يعني فتقدم على زوجها حتى الابناء، حتى الأبناء يعني تفضل أبنائها مثلا في الطعام أو في مالها وكذا، وزوجها هو آخر شيء، آخر همها. شوفوا زينب ربما سبحان الله. أم درة في هذه النقطة بالذات أنا ندير إشارة للوالدين، خاصة الأم في بعض الأحيان وبين قوسين لما تخطب بنتها، من بين الوصايا هي بلاكي درهمك، بلاكي خدمتك، وكأنه ما تخليش البنت على كما يقولوا الزمان هو اللي يوري، لانه الزمان العكس الاصل توصيها بالخير والاحسان والنية الحسنه، وكانه تسبق النيه السيئه وتخلي لها في قلبها. نعم، يعطيك صحه وتقول لك انا يما طالما وصاتني بوصيه كما هذه معناتها ما كاش اللي حيوصيني خير من يما. احسنتي تماما. ولذلك نرى ان زينب نتيجه تربيه خديجه، وشوفوا خديجه كيفاش كانت تفتدي النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر معه في السراء والضراء، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى فضلها حتى بعد موتها. نعم فعلا، فدليل يعني على تاثير الام على البنت فعلا. يعني انت ايتها الام كي تربي بنتك باش تزوجيها، ربيها على حسن الخلق، ربيها على الوفاء، ربيها على الاحسان، على الصدق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى في هذه النقطه. صحيح استاذه ام درة، انه لازم يكون كاين حسن الظن، يعني تسبيق حسن الظن. في الكثير من الاستشارات اللي تلحقنا يعني للمتزوجات او حتى للمقبلات على الزواج، الا وتلقايها تخاف من ذلك الزوج من جميع النواحي، تقول لك انا راني عامله وراني نخمم الشهرية تاعي كيفاش نتعامل مع الزوج تاعي إذا طلب مني ذلك الأمر، راني خايفة أكون الزوج تاعي يقول لي اصرفي في الدار. هي صح لا ننكر أن الزوج عليه الإنفاق على الزوجة حتى وإن كانت عاملة، فعليه هو أن ينفق عليها ويشرف على مسؤولية المنزل. فالزوجة كأنه أصبحت تخاف، تقول لك أو طامع لي في مالي، وحتى الزوج شغل انتبه لهذه النقطة تاع الزوجة تاع أنه مالها الخاص ما رايش حابة تصرفي. هذه الكثير من المفاهيم للأسف المغلوطة اللي راهي تنتشر بين الزوجين وأثرت يعني بالسلب على الحياة الزوجية. للأسف نسأل الله عز وجل يعني أن يديم المحبة والعشرة الطيبة بين الزوجين. أختي مريم فقط وكأنه حبيت ندير ملاحظة أنه حتى نتفادى هذا النوع من الأخطاء تاع الزوجة تكون خايفة من الشهرية ديالها، من الخدمة ديالها على الشخص اللي راح يكون يدير مسار حياته كامل معاها، نطالبوا ونحلقوا ونقولوا نطالبوا بنات اليوم باللي ما تتزوجيش قبل التأهيل الزواجي. بين الأمور اللي تطرح في التأهيل الزواجي أنه فترة الخطوبة ماشي للحياة الوردية،
فترة الخطوبة هي كيفاش راح نتعامل معك ماديا أخلاقيا في كل النواحي. في كل نعم، وهذا يعني شفناه في أبو العاص أنه في وقت الجاهلية لما تقدم لخطبة زينب رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وافق، وحتى زينب وافقت على هذا الرجل لأخلاقه الطيبة ولأصله ومعدنه. طيب أستاذة لميا، نرجع لك في موقف صراحة تقشعر له الأبدان لما الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف الذي يرى فيه يعني ما الذي يوجد، يعني الناس لما كانت يعني تأسر المسلمين يعني الكفار فأهله أهاليهم يبعثوا يعني أشياء للافتداء يعني بهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ من بين تلك الأشياء عقدة خديجة رضي الله عنها وقد عرف ذلك، ف أريد أن نتوقف عند هذا الموقف، فش راح تقولين أستاذة؟ ما شدني في هذا الموقف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر تأثر شديد لما رأى العقد. علاش؟ لأنه هذاك العقد كان غالي بغلاوة صاحبته اللي هي أمنا خديجة، ونعرف كامل الحزن تاع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة وشحال بقى باش تزوج، ونعرف حتى قصة عائشة لما قالت له أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله لا والله لا والله. شوفي درجة الوفاء تاع الأب ونسقطوا على وفاء البنت اللي استمدت ربما وفاءها من الأب الرسول ومن أمها كما تفضلت أختي أم درة. ثم لو كان تشوفي كيف كان يشاور في الصحابة لما شاف هذاك العقد ما حبش يجزم. هنا حبيت ندير واحد الإشارة أنه إحنا مجرد الشك نبدأ نلقوا في واحد الاتهامات على الناس. رسول الله عليه وسلم رغم يقينه باللي هذاك العقد تاع أمنا خديجة اللي هي حبيبته إلا أنه ما حبش يجزم سقسة تاع من هذا العقد قبل يعطيك صحة سقساهم حتى يتيقن باللي صح فعلا هو تاع خديجة. وش دار؟ استشار أصحابه، ما استغل المنصب دياله، ما استغل النبوة دياله، ما استغل حرقته على بنته وكأنه حط روحه في مكانها، لأنه هذاك العقد تاع الزوجة دياله. دوك تخيلي باللي راح بنته كانت في نفس الموقف، افتدت زوجها كما كانت تقول أم درة بأغلى ما عندها. هنا كان يستشير نحل قوس ونقول لأي شخص في منصب المسؤولية واللي لازم يستشير أعضاء مثلا الإدارة ولا باش يتخذ قرار، إياك وتبروفيتي كما يقولوا من الوضع وتروح، لأني أنا المسؤول راح نتاخذ قرار بغض النظر أعجب ما كما يقولوا أعجب من أعجبه ويرضي من يرضي ما يرضيش ما يرضيش. لا لا، هنايا في ما هو جميل في ديننا انه ما راناش نخطو حتى خطوه بلا ما عندنا اثر في السيره النبويه المرجعيه يعطيك الصحه. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم هنايا استشار مور ما قالوا له ايه بدا يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم وكانه ما حبش ياثر على الصحابه ديالو، ما انت خذوا قرار اللي راكو حابين. ومن بعد باش بدا يبكي ومن بعد قال لهم هذا عقد خديجه، والدليل انه اوصى المرسول بنته زينب قال له روح قل زينب اننا تفرج في هذا العقد. نعم. نعم، ولعل اختي مريم واختي لميا انه لو اردنا ان يعني نشوفوا زينب رضي الله عنها كيف استعملت فن الاداره الزوجيه، وذلك انه لامست يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم من زاويه تاع الحب، وهي زاوية حبه لخديجة استثارت عاطفته وكذلك المشاعر ديالو، لأنها تعلم أنها بمجرد أنه يشوف العقد راح أكيد يستسلم، لأنه المشاعر تاعو لخديجة نعرفها جميعا فهي الغالية على قلبه. لذلك احنا الآن لما نجو نشوفوا في واقعنا نصيبوا أنه الكثير من البنات ما تعرفش كيف تسير مع الزوجة تاعها أو مع الأهل تاعها، فنحن دائما دائما نقولوا أنه أسلوب المشاعر اللي نستعملوه مع غيرنا لابد أنه يكون يعني يلامس قلبهم. فهنا زينب رضي الله عنها يعني من زاوية أنها استخدمت المشاعر حتى تؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق سراح أبو العاص. نعم، أحلى حياة اللي بها ترضيها رب العالمين. أستاذة حنان، يذهب الرسول عليه الصلاة والسلام لأبو العاص ويقول له شرط حريتك أن ترسل لي زينب.
موقف عظيم ورائع جدا من ذلك القائد النبي الرسول، وهو الذي كان في موقف قوة. كيف تعامل يعني مع أبو العاص، وكيف يعني وصل لنقطة أنه يطلب منه بأن يرجع إليه ابنته زينب رضي الله عنها؟ نعم، في الحقيقة هو موقف مؤثر جدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا اختار أن يعني ترجع إليه ابنته مقابل أبو العاص أنه يطلق حريته. هنا حتى زينب أثر عليها هذا الموقف يعني تأثير كبير جدا جدا، لأنه أبو العاص يعني وجد نفسه هو راه أسير، وست يعني حريته ستكون مقابل أن يرجع زينب. وحقيقة يعني رد زينب لأبيها، وزينب تأثرت كثيرا من هذا الموقف. فننظر أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع أبو العاص. شوفوا يعني رغم أنه راه كافر أبو العاص ولم يدخل بعد الإسلام، ورغم أنه زينب رضي الله عنها يعني كانت تنتظر لحظة من أبيها يعني يكون بجانبها، ولكن اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود إليه ابنته. يعني شوفوا التضحيات وشوفوا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأبو العاص. إحنا لما نجو مثلا في الواقع نصيب الكثير من المواقف تحدث بين مثلا أهل الزوج وأهل الزوجة، هذه المواقف نجد فيها القوة والشدة. نصيب أنه رغم أن مثلا نصيب البنات ربما ظالمين أزواجهم، ولكن نصيب الأهل مازال يتمادوا في تلك النصائح لتخلي أنه ربما تخرب بيتها، نعم تؤجج العلاقة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف حتى الكلام مع أبو العاص كان كلاما فيه رحمة، كلاما فيه لطف، يعني كلام فوق كل اعتبار، كلام فعلا من الرسالة المحمدية التي ساقته إلى هذه المواقف. فهنا لما رجعت زينب رضي الله عنها عند أبيها صبرت ودعت الله عز وجل. وأبو العاص في تلك اللحظة رغم أنه انظروا يعني الحب الوحيد تاعه هي زينب، والموقف أنه حتى أنه لما نشوفوا الخلفية نصيبوا أنه أبو العاص يعني لما رد زينب شعر بحزن شديد، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أطيق فراقها. ورغم ذلك يعني استسلم للأمر، وزينب كذلك ثبتت في مكانها ودعت وصبرت. إحنا بناتنا اليوم رسالة لكل البنات تاعنا، خذوا من موقف زينب الصبر، خذوا من موقف زينب التضحية. هي في موقف بين محبين اللي هو الأب تاعها والزوجة تاعها، والزوجة تاعها راهو عاصي، كانت تتمنى أن يكون مؤمنا، كانت تتمنى أن لا يقف في صفوف الكفار ويقف في صف أبيها حتى ترتاح من هذا العذاب وهذه الغربة التي كانت تعيشها. وهذه الغربة صعبة صعبة كثيرا، ولكن رغم ذلك استسلمت لأمر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أحسن معاملة أبو العاص رغم أنه كافر. فشوفوا إحنا كيفاش نتعاملوا في الواقع مع غيرنا ولو يسيء إلينا، علينا أن نتنازل، علينا أن نتعامل معهم بأخلاقنا. نعم فعلا، نعاملهم بلطف، ونعاملهم يعني بعبارات الرحمة التي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أختي مريم كان في موقع تاع القوة. نعم كان قائد، كان هو يعني أسير. وأيضا كاين النقطة مهمة جدا أم درة لو نتوقف عندها، أنه أبو العاص يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه بأن يرسل ابنته، أبو العاص كما قلنا هو كافر وحبه لزينب يعني فاق الحدود. هذا ما كنت أريد الحديث عنه تماما. كنت أدرك جيدا أنه نقطة مهمة لازم نتوقف عندها تماماً. يعني وفى بوعده. نعم. وأرسل زينب. نعم وهذا إذا تذكر الأخت مريم كنا تكلمنا على أي أساس النبي صلى الله عليه وسلم وافق على زوج أبو العاص. إنها الأخلاق، يعني إذا غاب الدين فهناك الخلق. فالخلق مهم جدا في الاختيار، مهم جدا سواء للزوجة أو للزوج. يعني شيء ربما كثير من الناس يغفلون عنه، نتكلم عن ديننا. يركزوا على الدين. نعم طبعا، لكن الخلق فيما يتعلق في معاملة بين الناس، الخلق هو الفيصل. لأنه شوف سبحان الله، رغم كما قلت حبه ورغم أنها زوجته وفي عصمته يمكنه أن يمنعها من أبيها، لكنه وفاء، يعني عنده وفاء عظيم، حتى أنه لم يسلم وفاء لقومه. إذا لاحظتوا كي اعتذر زينب قالها حتى لا يقال أنه أسلم طاعة لزوجته واتباعا لزوجته، فهو وفي لشهامة قومه وموقفه. فهذا الخلق الرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام.
سبحان الله. علاش؟ لأنه كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه أخلاق الإسلام، يعني هذه الأخلاق التي تقود الإنسان إلى الإسلام، وكذلك قادت أبا العاص. كذلك هناك يعني نقطة مهمة حبيت نضيفها لكلام أختي جزاها الله خيرا، هي قضية التفريق بين الزوجين. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين لكن للدين. احنا الان علاش هم يتفرقوا بناتنا؟ لاجل الدنيا، لاجل المال، لاجل ما عندوش، ولا شفت واحد اخر خير منه، ولا واحد شباب عليه، ولا فلماذا يتفرقون؟ هنا الدين هو اللي احنا نسحقوا. هنا النساء يكونوا قويات، هنا نحبك تكوني قويه ونحبك صح تعرفي قيمه هذه العلاقه. العلاقه هذه لا تبنى على الكفر، لا تبنى على المعاصي. قلنا في البدايه بقيت معه حفاظا على الاسره لانه لم يحرم بعد زواج المسلمه من المشرك، لكن حينما نزل التحريم وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفريق سمعنا واطعنا رغم الحب. اذا الدين مقدم على الحب. كثير من النساء مثلا عندي استشارات تقول لك نحب واحد غير مسلم عبر وسائل التواصل انستغرام وكذا، احب اريد ان اتزوج بشخص يا بنتي دينه استاذه مصح انا نحبه هو يحبني. استاذه سمحي نقول لك ممكن مثلا انا نقدر ندخله للاسلام. وانا دائما نقول انه مدرسه الزواج ما راهيش الزواج عفوا ما راهوش مدرسه للتعليم وللدعوه وكذا، لانه الزواج يعني قد تنتهي ويسحبك يعني لدينه او لاخلاقه او لكذا. لا لا يعني بين الزوجين ما كاش هذاك المجال تاع انا اصلحه او انا حتى الزوجه. كثير من الرجال تعجبوا وحده جميله يقول انا نتزوج بها ونهديها، شغلنا نفرض عليها الحجاب ونفرض عليها ما تخالط ونفرض من دون الكوارث. في غيبته تفعل ما تشاء يعني، ومن بعد تحرش عليه ولاده. انا شفتها حالات يعني متدين يتزوج وحده ماشي متدينه لجمالها او لمالها، لست ادري، يقول معليش سهله المراه يعني انا نربيها على يدي. وبالتالي عندي حالات هو مثلا يقول لها مثلا ما تلبسيش لبنتي هذه اللبسه، كي ما يكونش هو غايب تلبس البنت هذيك اللبسه، ما ديريش كذا تفعل، ما تحتفليش مثلا بعيد الميلاد تحتفل في خفيه عنهم، ما تقولوش لابيكم باللي احتفلنا، حتى تعلم الابناء تضارب في القيم النفاق والمبادئ. احسنتي بارك الله فيك. علاش؟ لانها ليست مقتنعه بذلك، انما خضعت لانه هو له السلطه العليا. لكن التدين كما قال النبي اظهر بذات الدين، التدين لازم يكون من نفسها. نعم. وحتى ما نعموش هذه الفكره، لانه كاين حالات خاصه اختي مريم انه تزوجوا بالاجنبيات ونجحوا، وحقيقه رغم اختلاف الجنسيات ورغم اختلاف الفرق بين الرجل والمراه، ولكن واش يجمعهم في الاخير؟ يجمعهم الدين، يعني نفس التعاليم الدين. يعني مسلمة تتزوج بكافر؟ لا أنا أقصد هذاك جائز. نعم. أقصد كاين حالات، كاين حالات هن أجنبيات ثم دخلنا للإسلام بعد ذلك تزوجنا يعني بمسلمين. أنا نقول رغم اختلاف الجنسية، يعني رغم اختلاف الجنسيات. نتحدث عن قضية الدين يعني. نعم. قضية الدين يعني مشرك. وهنا يشغل وحدهم الدين، اجتمعوا على الدين، بعد ذلك نصيبوا أنه ينساوا هذاك الفارق تاع أنه كانوا يعني مختلفين في اللغة أو غير ذلك. أحلى حياة اللي بها ترضيه رب العالمين. رغم ذلك زينب رضي الله عنها ولو أنها عاشت ألم الفراق وأمل اللقاء إلا أنها بقيت وفية لأبو العاص، وفية هذا الحب الذي جعلها يعني وهي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهي في حضن أبيها، ورغم ذلك كانت تشتاق لأبو العاص الذي كان لم يسلم بعد وبقيت وفية له، وكانت تشتاق يعني لتلك اللحظات التي كانت معه من قبل. فنعم الوفاء، هذا الوفاء، لأنه إحنا لو نجو نشوفوا مثلا بناتنا اليوم نصيب أنها بمجرد يعني تصرى مناوشات أو خلافات تنكر العشرة وتنكر ذلك الوفاء الذي كان يجمعهم ولو كانت الفترة قصيرة. فهنا زينب بقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام عندها تدعي الله عز وجل أن يرد لها أبو العاص، وكان عندها أمل، ذلك الأمل العجيب الذي غرسه الله عز وجل فيها، وكانت عندها ثقة في نفسها أنه سيأتي يوم ويسلم أبو العاص. كانت يعني دائما إليها تردد سبحان الله أما هان عليك فراقنا، فراقنا. يعني نعم. دائما كانت تردد هذه العبارة. نعم. أملا في أن يأتي يوم ويأتي إليها وهو مسلم. نعم. سبحان الله سبحان. نعم. الله. فكانت دائما تدعو الله عز وجل. وهنا نزيد نعلم بناتنا كيف أن الدعاء هو مخ العبادة، وكيف أن الدعاء للدعاء يعني عجائب كبيرة، وأن الله عز وجل إذا أعطى أدعش،
هنا لازم نعلموا بناتنا الصبر والوفاء، مقترن دائما بالدعاء. نعم. الذي دائما يفتح لنا الابواب. نعم. خاصه حقيقة الدعاء اختي حنان. نعم. اليقين بالله. نعم. لانه شكون كان حيضمن لها خلالكم جلست سنوات، ما راهيش عام، ما راهوش عامين، ما راهيش 3 سنين، 6 سنوات وهي تدعي، ولكن لان يقينها بالله اللي قال ربي سبحانه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. هنا ربما هذه الآية سيدة زينب حطتها كيفاش يقولوا في نصب عينيها، وكانت على يقين انه الدعاء يجي، ماشي اليوم غدوة. هنا نحلوا باب انه كي ندعي ما نقولش ولا غير دعيت وربي ما استجب ليش. لا لا، ديري مليح في بالك الا ما استجب لكش اليوم يستجب لك غدوة. نعم. تيقني بلي ربي سبحانه، لا نستعجل استجابة الله عز وجل. الأحسن الأفضل الأصلح اللي راح يجيك الوقت المناسب. نعم. لانه دائما اختي مريم واختي لامية وكذلك اختي ذرة، دائما احنا كي نقولوا الدعاء يقترن دائما بالرجاء، لانه لما نترجى الله عز وجل ننتظر. فهذه المهله تاع الصبر والدعاء والرجاء مهمه جدا، اعتمدت عليها زينب رضي الله عنها، فكانت دائما تنتظر بصيص الامل من ابو العاص. نعم. استاذه ام ذره، ايضا اريد ان اقف عند شيء مهم، هو انه الرسول عليه الصلاه والسلام يعني طيله تلك الفتره اللي بقيت فيها زينب يعني عنده، لم ياتي اليها ويخصبها مثلا على امر الزواج، قال يعني انت خلاص ركي الان في المنزل، بينك وبين ابو العاص ما كانش، هو كافر وانت الان على ديني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الموقف بالذات كيف كان يعني يتعامل؟ سبحان الله. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اذا حبينا نشوفوا فن اللباقه وفن حسن المعامله نتعلموها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج الى يعني اخلاق غربيه او مبادئ يعطونا يعني يملون علينا، نحن نتعلم كل شيء من ديننا الحمد لله يا رب العالمين. ينقصنا فقط التدبر في سيره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وازواجه الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو امتثل امر الله عز وجل: ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. يعني لا يجوز لولي المراه ان يجبرها خاصه وهي ثيب، يعني الصغيره وحدث فيها الخلاف، لكن الكبيره او الثيب يعني التي سبق لها زواج لا يحل ابدا لوليها ان يجبرها على الزواج او يعني يحرمها من الرجوع الى زوجها ان ارادت الرجوع اليه ان كان ذلك متاحا في غير الطلاق الثلاث. هناك نقطه ايضا كنت حابه نتكلم عليها جدا، وهي اللي نستعملوها في استشاراتنا استشفافا يعني نستشفها من قصه زينب، هو طول سعة البال وطول الصبر الذي كان عند زينب لكي يهتدي زوجها. احنا نشوفوا مثلا، انا جوني بزاف حالات يعني هذا الاسبوع فقط واحد 3 أو 4 حالات تقريبا متشابهه تاع فتيات متدينات، هي متدينه فتكتشف مثلا في زوجها انه يمارس معصيه معينه على اختلاف الذنوب والمعاصي، يعني تضجر وتقلق وتحزن وتبدا تفكر هل افارقه، هل الطلاق، هل ابقى معه، يعني مباشره يبداون يفكرون في الهروب. سبحان الله، يعني هذا مسلم، هذا رجل مسلم ما راهوش كافر. هذه زينب صبرت على كافر ليهتدي الى الاسلام. هذا مسلم، الا لست يعني ليس في يدك ان تصبري عليه وان تنصحيه وتنصحيه وان ترشديه وان تقوي ايمانه، خاصه ما ارشدت به يعني احدى المستشارات الاسبوع الماضي، قلت لها قوي ايمانه، قالت لي صح استاذه والله، هو يقول لي لازم نبداو نقراو كتاب كذا، لازم نقراو القران مع بعض، لازم نشد لك القران. قلت لها نعمه نعمه الزوج، حتى يعني لا يوجد انسان كامل، لا يوجد انسان كامل وان كان فيه هذه المعصيه. كان تظن انه كي تقول لي استاذه اكتشفت انه يفعل كذا، نقولها هذه كبيره من الكبائر وهذا يجب مفارقته. فارقي. فسبحان الله، يعني اتصلت تشكرني، شكرا يا استاذه والله غير قويتي لي ايماني ورجعتيني نشوف في زوجي بايجابيه، لانه ذكرت ايجابيه حقيقه. قالت لي ولا يحافظ على صلاه الفجر ولا الحمد لله هذا هو في طريق التوبه، فسانديه لا تترك الشيطان يقول انت هذا عاصي، لا تصبري عليه. إذن
طلقيه لأن الشيطان يريد بك ما هو شر من ذلك. نعم. والإيمان أستاذ يعني هو يزيد وينقص، يزيد يعني بالطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، وينقص يعني بالذنوب والمعاصي. هذا الإنسان أو الزوج، يعني أنت زوجة تشوفي أنه الزوج تاعك لديه رفقة سيئة، يعني 24 ساعة على 24 ساعة هو مع الهاتف يشاهد ممكن المقاطع الخليعة، لا يذكر الله عز وجل، دائما في فمه فقط السب والشتم. هذا الإنسان يعني لازم نروحوا معه درجة درجة. كما قلتي أستاذة بزاف زوجات يستعجلون، لازم تقول لك الزوج هذا لازم يتغير، وتأتي إليك وهي تريد أن تعطي لها كأنه ضغطة زر. نعم ضغطة زر، شغل مصباح على الدين، زوجي كذا كذا أعطيني الحل كيفاش ندير معه. هناك خطوات، احنا علاش نقولوا فن إدارة الحياة الزوجية، يلزم لك الصبر. سيدتنا زينب رضي الله عنها وإحنا اللي رانا نتحدث عليها في هذا المجلس، صبرت وطولت بالها على كافر، يعني كافر يعني غريب عنها، يعني ليس على دينها، وأيضا هو كافر ومشرك وعدو لوالدها، ومع ذلك صبرت وتمسكت بحبل الله عز وجل، والله عز وجل نعم. يعني جازاها على هذا الصبر. نعم، وحنا دائما نقولوا الفتيات احنا ما راناش محتاجين اننا يعني نديروا استيراد للقدوه، نعم. القدوه تاعنا كامل في زينب وخديجه وزوجات بيت النبوة وحتى من السلف الصالح. نعم، نعم. السلف الصالح والصحابيات، اذا تبعنا مثل هذه القصص اللي فيها يعني هذا العبر وفيها هذه الابتلاءات اللي احنا نسقطوها على انفسنا، والله راح نوجدوا الحل، والله راح نوجدوا عدة فعلا حلول فعلا. لأنه هذا القصص اللي راه يتمر علينا ورانا نحكوها في مثل هذه المجالس، أكيد اللي راهم يشاهدوا فينا تقول كل غير أنا تاني ترى يصرى لي هكذا هذا المشكل، أنا تاني نعاني من هذا النقطة، أنا تاني تراني نحاول أني نصبر كما صبرت زينب، نحاول أني ندير كما دارت خديجة رضي الله عنها. نعم. احنا دائما نقولوا بلي مثل هذه المجالس هي اللي راهي تنعش وتحيي تلك العلاقة الزوجية، لأننا ربما لا نحسن يعني إدارتها أو نقتلها نهدمها نحن بالطرق الغير يعني الصالحة. نعم، نعم. نعم. وهذه النقطة بالذات حبيت يعني لا أدري إذا كنتم توافقوني الأمر في هذه النقطة بالذات، أنه لما نشوف سير الصحابيات سبحان الله يتبادر إلى ذهني قضية أنه المرأة كم هي قوية بتلك المشاعر التي خلقنا الله عز وجل عليها بتلك الفطرة. لأنه علاش بزاف نساء تقول لك كيفاش أنا مثلا أبادر، كيفاش أنا مثلا نصحح يعني من أغلاط زوجي وأحافظ على أسرتي، بينما زوجي يعني لا يبادر إلى ذلك. حتى في الاستشارات يعني أستاذة أم درة، أستاذة لامية، أستاذة حنان، نشوف أكثرهن يعني نساء، الرجال قليل من تلقاي رجل يعني يبادر إلى الإصلاح ويريد أن يجد حلا لمشاكله. فأقول دائما المفتاح والسر يكمن عند المرأة، أليس كذلك أستاذة أم؟ لأنه من بين الفروقات السيكولوجية أختي مريم، المرأة مبادرة، المرأة تحب تكون مسؤولة، علاش ربي سبحانه عطاها الأمومة؟ تشوفيها في كبيرة وصغيرة تنتبه لأولادها، تكون راقدة كما يقولوا في سابع نوم، مجرد وليدها يدير تروح تجري. هذيك الفطرة اللي فطرها ربي سبحانه تاع الأمومة، وكأنه تحاول تطبقها حتى مع الزوج، ليس باش تبين روحها كما يقولوا أنا المتحكمة ولا أنا المسيطرة ولا، وللأسف في بعض الأحيان تصرفات تاع المبادرة وتصرفات تاع اللي تحب تحسن بها السيرة تاع البيت، الزوج يفهمها فهمها وكأنه هي حبت تسيطر على، لا، نقولوا باللي الزوجة كونها ربي سبحانه أعطالها كيفاش يقولوا الفطرة تاع الأمومة، هي تحب تبادر، تحب تحسن، تحب تدير كل ما يفيد العلاقة الزوجية. نعم فعلا فعلا. حلقة رابعة، قصة زينب، تكملة قصة زينب. خلاص. في هذا اليوم المبارك ومع هذا الجو الجميل ومع هذه الجلسة الطيبة، هدية من سيدتنا خديجة رضي الله عنها لكي تفدي زوجها به، محطات تاريخية عظيمة حطتها. بالنسبة لي شو قلت نقطة، قلت موقف، موقف. نعم. بالنسبة للموقف الثاني الذي نستشفه من قصة زينب وهو لنا قدوة أيضا، المبادرة، لغة المبادرة والتي تعلمنا يعني أنها من لغات الحب. قضية أنه زينب رضي الله عنها يعني مع ذلك بقيت على الأمل، أنا حابة نحكي على الأمل. الأمل أنه يأتي يوم ونعم لم تنق يعني لم تنقطع لم تقطع الدعاء يعني في نعم ورفضت يعني الفطرة تاع الأمومة، هي تحب تبادر، تحب تحسن، تحب تدير كل ما يفيد العلاقة الزوجية. نعم. ندير واش خاتمة؟
ليس على على دينها يعني. نعم هذا غريب عنها خلاص صار بعد الحين عادة التقاليد صح يعني غريب عنها يعني ليس على دينها وايضا هو كافر ومشرك وعدو لوالدها ومع ذلك صبرت وتمسكت بحبل الله عز وجل ومع عز وجل يعني جزاها على هذا الصبر. حياته خير يحصد لجاه احلى حياه اللي بها ترضيه رب العالمين.